حبسوه انفراديا لمدة 6 سنوات، وضعوه في قفص زجاجي أثناء المحاكمات. خافوا من موته كما ارتعدوا قبلها من ظهوره أمام الكاميرات. منعوا الناس من وداعه ومن إقامة الصلوات، توجسوا من جنازته، فصلى عليه صلاة الغائب مئات الآلاف من المسلمين والمسلمات. أما ذاك الذي حبسه فقد حبس نفسه في قفص زجاجي في الاستاد. أما ذاك الذي أراد إخفاء صوته قد فضحه الله على رؤوس الأشهاد ليخرج صوته أمام عشرات الآلاف كالذي يهذي وعلت الضحكات. يا أبناء قارة الإفريقية الغالية، في وطنهم الثاني مصر. هذا قفص زجاجي وذاك قفص زجاجي، هذا صوته كان يصل وذاك صوته أخفاه الله، هذا ترحم عليه في العالمين وذاك سخر منه مئات الملايين. خرج في يوم الزينة وحشر الناس ضحى، وفي المساء فضح شر فضيحة فسخروا منه وأبطل السحر يا فتى. وفي النهاية لا تنسى إرهابي القلوب وحبيب الملايين، رغم تشويه صورته هتف له الجماهير غير آبهين. ذاك أبو تريكة لاعب خلوق، كم تجد له من محبين.